جعل فريق تيزي راشد وبمرور 18 جولة من بطولة الجهوية الأول لرابطة الجزائر يبقى وفاق سور الغزلان أو كما يحلو لأنصاره تسميته بالمختارية يحلق منفردا في الريادة بفارق 10 نقاط على فريق واد السمار في المركز الثاني. رانا كلاسي برومي ومديطاشين بسات بوان وإن شاء الله اليوم بالك نزيدو نديطاشو بلوس دو بوان إن شاء الله والوبجيكتيف تاعنا احنا اوني اوبو جوسكا دانيير كيما يقولك دانيير جورني ان شاء الله وان شاء الله نحقوا الحلم تاع الصعود ان شاء الله باذن الله. عندنا في كيف جان بيرو تانيك جان اكتو بيبليك لايبارك وين اوني فو ما تلقاش بيبليك كيما هذا. مدرسة وفاق سور الغزلان التي كانت تنافس في الاقسام العليا ها هي اليوم تصارع لكي تسترجع هيبتها بادارة شابة طاقم تدريبي من أبناء الفريق ولاعبين شباب لا يفوق معدل أعمارهم 23 سنة. احنا الفريق تاعنا رايح للمرتبة الأولى ولحد الآن الإعانات باش الفريق ما نقولوش راها منعدمة مي طولت بزاف. الملعب نورمالمون كيما قال شيخ سعيد نعاودوها الملعب راه لازم نغيره لازم. لاعبو وانصار وفاق سور الغزلان عبروا للشروق الاخباريه على ان هناك مشاكل ماليه طالبين من المسؤولين ومنهم والي الولايه ان ياخذ هذه المشاكل بعين الاعتبار وان يتم تغيير العشب الاصطناعي لملعب دراجي محمد الذي انتهت مدته صلاحيه ارضيته. La première année senior تاعي كوم سي سوي ان جون ماذا بيا نلعب لاكسيسيون هذا شرف ليا انايا برك في كيما يقول لك في انا حابين نرجعوا الفريق الهيبه تاعو والمكانه تاعو الاصليه باسكو المكانه تاعو ماشي في الجهوي الاول. ويبقى طموح الانصار وطموح ابناء سور الغزلان هو العوده الى الامجاد. في ظل هذه المشاكل الى ان فريق سور الغزلان وانصاره يودون ان يعود الزمن الجميل للمختاريه وتعود الافراح الى مدينه سور الغزلان التي تستنشق كره القدم وانصارها مدمنين على اللونين الازرق والابيض.